لا وين مشمول رواتبه بنفسه وضايفين لهم بالموازنه هسه ما تصوتوا، وحتى بعد نحكي بشكل رسمي طيب ما تصوتوا، خلينا نشوف ايش قد النفقات يعني ذن الضيافه والكذا هاي قلت لك انا احد الارقام اللي اعطيتك اياها، اعطيتك اياها 10 مليار ذني امور ضيافه وكذا. طيب خلينا نشوف هذا بلكي موجود حتى نسولف به. هو بعد التنفقات نفقات خلينا نشوف ابو الورد براسه الوزراء بعد 4 مليون خلينا نشوفه. شنو هذه 4 مليون شنو؟ ما ادري ايش قد 4 مليون خلينا نشوف خلينا نشيكه. ورد 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 مال الحديقه مال رئاسه الوزراء خلينا نشوف ايش قد من نفقات ايضا ونشوفه هو قيمته 4 مليون اكثر اقل. خلينا نشوف ذن الصرفيات ايش قد، سياراتهم ايش قد، مواكبهم ايش قد، بنزينهم ايش قد، خلينا نشوف المدراء العامين الوكلاء ايش قد رواتبهم. شعب الله المختار المسؤول اللي يوصل هنا يكون ما حد يوصل له. وطبعا انت ذاك اليوم خليت الناس تزعل علي لان قلت لك كشفت لك الامور هاي واقعا اليوم هي الناس واضحه عندها واضحه عندها اليوم اللي يصير اللي يصير مسؤول حكومي شو جاي ينتفخ امواله من هاي الصرفيات، الصرفيات غير مسؤوله. شنو قلاص الشربت ب 25000؟ هو شربت هذا ب 500 دينار يبيعون الراني وما راني خافص الدعايه للراني النوم. هذا الشربت الشرب 500 دينار القوطيه يعد ليش ب 25 تحس بعد الدوله انت؟ قايش السياره ترى ما يكلف 30000 عد ليش تحس بعد الدولة انت صلحت السيارة بقايش مليون ونص؟ وهاي الامور اما انا ما تحدث لك عن اطعام وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة العدل هاي الامور، اما ما تحدث لك على كيمادية والادوية وسالفتنا وما نعرف ببيع الشريط اللي براسي تور راح يصير علينا، هاي امور يا اخي. وما نتحدث لك عن الطيارات وبنزينها والنفثة وبيش ويا شركة وين، ما نتحدث لك عن مشاريع اليوم انا اتكلم لك عن في محافظة هالكبرها اصغر محافظة وافقر محافظة هي محافظة المثنى اليوم بيها مشروع اسمه مشروع هدرجة النفط. هذا المشروع انتهى عقده بسبب تلكؤ الشركة بال 2019 في موازنة 2020 طلبوا له الجماعة 850 مليون دولار. زين تعال أي جنون هذا؟ أولا قيمة المشروع 400 تطلب له ضمانة سيادية ب 850 مليون دولار على أي أساس؟ ثم هو غير مخلص ومنتهي، ثم هو غير العقد باطل، ثم هي الشركة مو أمام غرامات مالية 40 مليون، هاي قصة أنا سولفتها أيضاً. هذا الواقع، هاي فلوسنا جاي يروحن يسدسدون هنا وهنا.